بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. نعمة ربنا النهاردة المرة فاتت احنا اتكلمنا على النبوات، يعني وخدناها استعراض كده سريع. النهاردة نحاول نتكلم على حاجة شوية مرتبطة برضو، وهي أنساب السيد المسيح في العهد الجديد. معرفش، يعني أكيد كلنا بصورة أو بأخرى قرينا الأنساب في العهد الجديد. طبعا الأنساب في العهد الجديد بس مرتبطة كلها بالعهد القديم. نعرف عنها بعض معلومات، بعض معلومات مش عارفينها، فهنحاول النهارده بنعمه ربنا ان احنا ناخد فكره كده عن الانساب وورودها في العهد الجديد، ونشاور على بعض النقط المهمه اللي يعني تملي او اللي بنسالها لما بنيجي نقرا الانساب. اولا احنا انساب لما بنروح للعهد الجديد بنلاقي قائمتين للانساب بتوع المسيح في العهد الجديد. القائمه الاولى موجودة في إنجيل متى الإصحاح الأول، القائمة الثانية موجودة في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث. كتير من الناس لما بتيجي على الأنساب بتعديها، يعني زمان وإحنا صغيرين كنا نقرأ إنجيل متى، فأنا أول آية وبعدين نعدي الأنساب، يعني هنقراها ليه؟ يعني مش بتبقى بعض الناس تشوفها إيه، أنا هستفيد إيه لما أقرأ الأنساب؟ الحقيقة طلعت حاجة مهمة جدا يعني. فلما بنقرا الانساب سواء في متى او في لوقا بنيجي نقرا الاثنين مع بعض، الملاحظه اللي اي حد بيلاحظها دول مش زي بعض، ده الاسماء هنا مش زي الاسماء هنا، طب انهي صح؟ طب ده الانجيل كده يعني محرف ولا في اخطاء ولا ايه؟ ده سؤال يعني شائع كتير. يعني لما بنقارن هنقف عند كل واحده بالتفاصيل، بس خلينا ناخد شويه كده ملاحظات مبدئيه. لما بنقارن القيمتين النسب متى واحد ولقا ثلاثة هنلاحظ نوعين من الاختلافات. في أولا اختلاف في أسلوب عرض قائمة الأنساب. اتنين، في اختلاف طبعا في الأسماء الواردة في القائمة. فاحنا عندنا نوعين من الاختلاف أو نوعين من الملاحظات. ملاحظة مرتبطة بالستراكشر الستايل بتاع القائمة، ملاحظة مرتبطة بالكونتنت المحتوى اللي بتاع القائمة اللي هو الأسماء اللي جواها. أوكي. ليه في كده؟ ببساطة لأنه كل إنجيل عنده منظور لاهوتي خاص بيه. عشان كده هذا المنظور اللاهوتي هو اللي بيحدد أسلوب الستايل أو النوع الطريقة اللي بيعرض بها الأنساب والأسماء اللي اختارها في القائمة. فاحنا عندنا اختلاف في الأسلوب والأسماء ليه؟ عشان عندنا اختلاف في المنظور اللاهوتي أو الهدف اللاهوتي اللي استخدمه لوقا وهو بيكتب الأنساب أو اللي استخدمه متى وهو بيكتب الأنساب. فاحنا عندنا منظور لاهوتي خلانا عندنا أسلوب مختلف وعندنا أسماء مختلفة، منظور لاهوتي واسلوب مختلف واسماء مختلفه. تعال ناخدهم واحده واحده. ايه المنظور اللاهوتي؟ مش منظور اللاهوتي مش كلمه، مش معناها حاجه يعني صعبه يعني، لا موضوع بسيط يعني. متى عايز، طبعا احنا عارفين بيتكلم اليهود، فعايز يقول انه يسوع اللي انا بكتب لكم النسب بتاعه ده هو المسيح الذي جاء ليحقق الوعود والنبوات اللي اتكلمت عنه في العهد القديم. ده هو عايز يقول كده. فعشان يقول كده عمل اسلوب معين واسماء معينه. لوقا بيكلم الأمم مش بيكلم اليهود، عايز يقول لهم إنه يسوع اللي أنا جاي أبشركم بيه ده مخلص مش لليهود بس، للعالم كله، ومن خلاله العالم كله صار ابن لله. منظور آخر، هدف آخر، قاد لأسلوب آخر وأسماء أخرى. طب أنا عمال أقول أسماء أخرى يعني ألفوا أسماء يعني عشان تمشي؟ لا طبعا، ده اللي هنشوفه دلوقتي.
الاسلوب، احنا شفنا ايه الهدف، الايه المنظور اللاهوتي مختلف ازاي. طب الاسلوب، انجيل متى استخدم الاسلوب التنازلي، يعني من ابراهيم ابن اسحاق ابن يعقوب، من ابراهيم نازل 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 لحد المسيح. لوقا استخدم التصاعدي، من المسيح صعودا 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 لحد ادم ثم الله كمان، وهنشوف دي دلوقتي. فده تنازلي ده تصاعدي. متى ركز في الفتره ما بين ابراهيم ابو الاباء والمسيح ويسوع. لوقا جاب من يسوع لادم، جاب كل البشريه. انجيل متى مقسم السلسله لثلاث اقسام، عامل ثلاث كاتيجوري، من ابراهيم لداود، من داود للسبي، ومن السبي للمسيح. انجيل لوقا مش عامل الفكره دي، هو واخدها واحده واحده. انجيل متى في 41 اسم، انجيل لوقا في 76 اسم انكلودينج المسيح نفسه. انجيل متى بينسب المسيح، يعني بيقول ان المسيح جاي من نسب سليمان ابن داود، يعني داود خلف سليمان ومن سليمان جه المسيح. انجيل لوقا بيقول انه المسيح من نسل ناسان ابن داود، فداود جاب ناسان ومن نسل ناسان جه المسيح. هنشوف دلوقتي ده، طب ده ايه وده ايه، بس يعني خلينا نحط الايه الملاحظات الاولية. انجيل متى النسب في انجيل متى فيه اسماء سيدات، الموضوع ده مشهور جدا. انجيل لوقا لا يحتوي على اسماء سيدات غير العذراء في الاخر. في انجيل متى كل اسم بيتذكر مرتين، يعني يقول ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا، يهوذا، فكل اسم موجود مرتين، فلان ولد فلان ويرجع تاني فلان ولد فلان. انجيل لوقا ما فيهوش كده، هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. انجيل متى بيستخدم تعبير ولد انجب، ودي كلمه، دي كلمه مهمه، يعني مش يعني هنشوف ليه دلوقتي. انجيل لوقا بيستخدم تعبير ابن فلان ابن فلان ابن فلان. دول كده حاجات اساسيه في المقارنه ما بين الاسلوب بتاع متى وبتاع لوقا. فاحنا شفنا الهدف اللاهوتي، شفنا الاسلوب، تعالوا نشوف الأسماء بقى نفسها. دي صورة مبدئية كده بتورينا في صورة تانية أدق، وأنا هقول لكم دي فيها مشكلة، بس يعني خلينا دلوقتي فيها، بس بتورينا ده كويس. يعني عندنا آدم، وبعدين أبناء آدم، واضحة؟ أوكي. وبعدين إبراهيم، آدم وأبناء آدم، الحتة دي في لوقا بس، دي مش موجودة في إيه؟ في متى. وبعدين ابراهيم لداود، دي موجوده في لوقا وفي متى. وبعدين متى بيتحرك لوحده ياخد سليمان واسماء تحتيه احنا شايفينها اهي، يوصل بيها ليوسف. الناحيه الثانيه نسان بياخد مجموعه اسماء يوصل بيها برضه ليوسف ومريم، وبعدين ايه يجي بقى ايه المسيح. واضحه الصوره دي؟ يعني اعيدها تاني عشان لو يعني الأحباء لو شايفين في الستريم. عندنا آدم، وبعدين مجموعة أسماء نسل آدم وصولا لإبراهيم، المجموعة دي موجودة في لوقا بس. وبعدين من إبراهيم لداود، دي مجموعة مشتركة ما بين لوقا ومتى. وبعدين من داود من سليمان ابن داود لحد يوسف، دي مجموعة في متى بس. لوقا من نسان ابن داود لحد يوسف، دي مجموعة في لوقا بس. وبعدين الاثنين بيذكروا اسم يوسف وبيوصلوا انه اتولد ايه؟ جه منه او جه من عنده المسيح. فدي صوره كده بسيطه، وهنرجع لها تاني، وهي فيها طبعا حاجه محتاجه تعديل هنتكلم عليها دلوقتي. السؤال طبعا اللي بيطرح نفسه لما بنتفرج على دي، طب الاسماء ليه مختلفه؟ هو المسيح من نسل سليمان ولا من نسل نسان؟ الفكر السؤال ده اتحط في اتقال فيه كذا احتمال. أنا مش هعرض، يعني أنا هقول الاحتمال المرجح، أنا شخصيا مقتنع بيه، وهقول إنه مين أكتر حد استفاد بيه في يعني في شرحه
نزل بالعربي يعني جوه الكنيسة القبطية، فبقى موجود في كتاب متداول وفي شرح مستفيض، هو أبونا رفائيل البراموسي. الأب رفائيل البراموسي ده يعني يعتبر أحد الباحثين المهمين أوي في العبري، وبيجيد العبري تماما. له كتاب اسمه أما إسرائيل فلا يعرف، حاجة كده، عمل فصل كبير في ده. فده كان يعتبر أول حد يحط يناقش الموضوع ويكتب فصل كبير في الداتا دي. قبل كده بنلاقي الآراء مختصرة كده، وأنا هقول في رأي مشهور هناقشه وهقول ليه ما ينفعش. بيقول إيه الرأي؟ إنجيل متى هو السجل الرسمي للمسيح، هو البطاقة الشخصية اللي هو لو ما روح السجل المدني بتاع أورشليم وقول المسيح ابن مين، يسوع ده ابن مين، هيطلع لي. هو ما يعرفش بقى الحبل بلا العذري بتاع العذراء، الكلام ده مش في السجلات، فهيجيب لي انه ابن يوسف ويجيب نسل يوسف. فده النسب الشرعي القانوني للمسيح. من جهة أخرى، وده كان منطقي ان هو اللي يتقدم لليهود، بمعنى انك روح السجل المدني هتلاقي ده النسب. من جهة أخرى، لوقا طبعا النسب من جهة يوسف ده مش نسب المسيح، احنا عارفين ان ده مش نسب المسيح الحقيقي اللي هو المسيح ملوش دعوة بيولوجيا بيوسف. لوقا في الجهة الأخرى قدم النسب بتاع العذراء، السيدة العذراء مريم، العذراء من سلالة ناسان ابن داود مش سليمان. فمن هنا جاء المشكلة، أو يعني الاختلاف، إنه يوسف من نسل سليمان ابن داود، الست العذراء من نسل ناسان ابن داود. طب إزاي ده حصل؟ إزاي نقدر نقبل ده مع ملاحظة إنه الآية، بصوا متى بيقول إيه في بدايته؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ريم، ويحط النسب ويقول ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعو على المسيح. تمام، مفهوم. طب إنجيل لوقا بيقول إيه؟ ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على مكان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن فلان ابن فلان. فبعض الناس في الآية دي فهمت إنه طب ما الاثنين السلسلتين بيروحوا في الآخر عند يوسف، فين العذراء في الموضوع؟ الحقيقة الكتاب اللي أنا قلتكم عليه، وطبعا كله بقى الدراسات لما نقرأ روح الإنجليزي هنلاقي الكلام ده كتير، بس أنا حبيت أقول الكتاب العربي يعني اللي شرحها، بيقول لا، الآية دي مفروض تترجم كالتالي: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف الذي يعتقد، أو الذي يعتقد الناس أنه ابن يوسف، هو في الحقيقة دي حتة تفسيرية، ابن هالي. هالي هنا ده هو أبو الست العذراء اللي هو يوقيم في التقليد بتاعنا. فالذي يعتقد أنه ابن يوسف هو في الحقيقة ابن هالي، ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وصولا لإيه؟ لنسان لداود. رأي تاني في الآية بيقول حتى لو الآية ما بتترجمش كده، يعني حتى لو احنا ما فهمناهاش كده وفهمناها يوسف ابن هالي ابن كذا، برضو هيكون ده طبيعي. ليه طبيعي؟ لأنه هو بيحط نسب ذكوري، ده العصر، فمش هيحط مريم، يعني مش هيقول، مش هيعمل لستة رجالة ويحط مريم، إنها هيعمل إيه؟ هيقوم يحيل يوسف لإيه؟ لحماه اللي هو أبو الست العذراء، وكأنه هو الابن بتاع إيه؟ الصنين لو، يعني فلان هي الصنين لو يوسف، وياخدها من يوسف طالع. ففي كلا الحالتين، سواء فهمنا الآية بالشكل ده أو بالشكل ده، هي هتقود إلى أنه ده نسب البيولوجي، إنجاز التعبير للمسيح، اللي هو جاي من الست العذراء. يعني واضح. فإذا متى هو نسب يوسف النجار، ولوقا هو نسب الست العذراء مريم. بصرف النظر عن هذه النقطة، أهم أسباب وجود النسب هي أن احنا نقول أنه المسيح هو ابن، بحسب بقى النبوات اللي خدناها المرة فاتت، يهمنا أنه يطلع ابن إبراهيم وابن داود، لأن دولة اللي واخدين إيه؟
دولت اللي واخدين العهود، يعني ما ينفعش اسم من في كلا الحالتين النسب بيقول ان هو ايه، في سواء العذراء مريم او يوسف النجار، هما الاثنين من نسل ابراهيم ومن نسل داود. فيعني وطفر الاراء في الاخر، الهدف اللي هو تحقيق النبوات المرتبطه بالنسب موجوده في الايه، في الحالتين. ده ايه، نرجع تاني للصوره اللي احنا شفناها. هنلاقي بقى، انا قلت لكم فيها مشكله. ايه المشكله؟ هي مش دقيقه في حاجه. بعض الناس لما بتفسر الاختلاف، ابصوا، سوري انا بس هقول كام ملاحظه. شايفين هالي الصوره عاملاها باحمر ومودياه لمين؟ للعذراء مريم. فهمنا الصوره عامله ازاي، وهنا واخدين يعقوب ومديه ليوسف وبعملين المسيح. فهمنا بقى هو ليه الخطوط دي عامله ليه كده، لان هالي ده ايه، ابو الست الايه، الست العذراء. بعض الناس بتقول راي، ما يعني مش حكايه انه ده نسب يوسف، بتقول لا لا لا، احنا عندنا في العهد القديم حاجه اسمها زي حاله رعوس وبوعز، انه الابن الطبيعي والابن الشرعي. فلما واحد ما بيتوفى مثلا، هو ما انجبش، فمراته بتتجوز اخوه عشان تقيم نسل، واللي بيقول النسل اللي اقيم ده بيحسب لمين؟ للشخص التاني. ده حقيقي موجود في العهد القديم، لكن هل ده بيفسر هذا التباين، انه يطلع نسان ويطلع سليمان، وازاي هما الاثنين، هل حد منهم مش ابن حقيقي لداود؟ الاثنين ابناء حقيقيين لداود، يعني ما فيش واحد منهم كان المفروض يبقى ابن اخو داود. ما عندناش، ما فيش القصه دي في الانجيل خالص. هما الاثنين ابناء حقيقيين لداود، مش ابناء شرعيين لاخ لداود مثلا، او اي حاجه من الحاجات دي. فالفكره دي فكره موجوده، بس هي مش هتفسر الايه، اللي انه واحد من نسان واحد من سليمان. ولو حصلت فهترد، يعني واحد شمال ويمين وبعدين ردت، طبعا ما بتردش هنا. ومع ذلك النقطه دي مهمه جدا، لانها حصلت في نسب المسيح فعلا. بس فين بقى؟ لاحظوا الاسماء بتاعت انجيل متى. بعد داود سليمان راح بعام ابي، الصف الثاني، الصف الثالث، الاول، الثاني، الثالث، يكنيا، شلتئيل، زروبابل. واخدين بالنا؟ شايفينه الصف الثالث في نسب متى، يكنيا، شلتئيل، زروبابل. ده زروبابل، شلتئيل، زروبابل، دول مين؟ ده ايام السبي. طب نروح للقى، الصف الثالث برضو تحت، نيري، شلتئيل، زروبابل. ايه ده، عندنا شلتئيل وابنه زروبابل في متى وفي لوقا. بس في متى بيقول انه ابو شلتئيل اسمه يكنيا، وفي لوقا بيقول ان ابو شلتئيل اسمه نيري. واحنا شلتئيل وزروبابل دول ما فيش هزار بقى، يعني دولت ايه، اسمين مهمين. هنا بقى تفسر انها حكايه النسب الطبيعي، يعني نقدر نفهم انه في قرابه او بشكل ما ما بين نيري ويكنيا، خلت انه ايه، انه ده هو اللي عمل حق الايه، الزواج الطبيعي للايه، لاقام نسل لقريبه ده. وطبعا اخوه هنا مش معناه الاخ الايه، الاقرب، يعني مش لازم الاخ الفيزيكال، زي ما بوعز ما هوش اخو التانيين، هو اقرب لهم. لما نزود ان احنا وقت السبي وناس كتيره بعيده عن ربنا، فممكن تلاقي فروع كتيرة من الأسرة مش عايزة تقوم بهذا الدور، فيجي حد من الأسرة بعيد قوي بس هو اللي يوافق إنه يعمل إيه المهمة دي. عشان كده الصورة دي أدق معانا ومعايا، ولا أنا اتكلمت؟ داود، نسان سليمان، إيه؟ أما هو ده، أما هو ده، ما هو حاجة تاني. ادي داود خلف نسان وسليمان، خط نسان عند واحد اسمه نيري، خط سليمان عند واحد اسمه يكني، اوكي.
وبعدين فجأة بنلاقي شلتقيل وزروبابل. إزاي شلتقيل أبو مين في ابن مين فيهم؟ واحد هو أبوه الحقيقي والتاني أبوه الشرعي، يعني هو اللي أقام النسل، اتسمى بواحد وأقيم النسل بالتاني. زي قصة بوعز ورعوس هنا، دي بقى دي ميك سنس هنا. وصلت؟ لا لا لا، ملهاش دعوه بالارقام، هي ملهاش دعوه بالارقام دي، ملهاش دعوه. طب اتفضل. اوكي، ايوه، ما هو ده اللي انا، ما هو ده اللي انا، ده اللي انا جاوبت عليه قبل ما اقول. الفكره في ايه؟ ان احنا هنا وقت السبي، الفتره دي اذا كان وقت القضاء والاقرب لرعوس ما رضاش يعمل كده، فراحوا اتقعد في السبي، والاقرب ما كانش اقرب كمان، ده اقرب يعني ما كانش اخ طبعا، هو من يعني بعيد كده كيرف واحد، بس هو اقرب من بوعز. فبوعز قال طب شوفوا فلان الاول. هنا بقى احنا وقت السبي، الكثير من المبادئ اللي كان الناس اللي بيمشي عليها اليهود قبل السبي اتلخبطت بسبب ايه؟ احنا في السبي، عائلات مات، يعني انتوا متخيلين السبي، تقسيمة الارض واللي هي في يشوع تبان انها شرب، والكلام ده كله يعني ايه؟ يعني فالدافع كمان بتاع محافظة على الأرض والزواج وكده، الأرض مش موجودة أصلا. فاللي كان بيعمل كده، اللي كان بيوافق يعمل كده، كان بيعمل لأجل التقوى، إنه إن أخويا اسمه يبقى محفوظ. في أسر كهنوتية اللي هم أعلى أكتر سبط حافظة أبيدت، مش موجودة، راحت. عارفين كده يعني من سبط لاوي الأسر الكهنوتية كان 24 عيلة، فالأسر 12 أو 24 أنا مش متهيئ الرقم، ومش موجودة. فلما جم عايزين بعد السبي يرجعوا طقس داود بتاع التسبيح ودورة الكهنوت واللويين والحاجات دي، هم عندهم داود حاطط ستراكشر على أنساب الناس، في أسر مش موجودة، فيعملوا إيه؟ قسموا الأسر وكأن واحدة خدت اسم واحدة واشتغلت كده. يعني الأسرة، يعني زكريا كان من فرقة إيه؟ زكريا الكاهن. أبية دي أبيدت، هو حقيقي حقيقي مش من أبية، هو من أسرة تانية وقت العودة أسموها وبقت اسمها أبية ومشيت بالشكل ده. فإذا كان كده في اللوي، في الكهنة واللويين، من الناس اللي قاعدين حصل إيه؟ فكان طبيعي إنه اكمنه بس من ابن داود، يكفي إنه وأنت موافق أوكي خلاص، يبقى أنت تؤدي الغرض، تمام يعني. وخلي بالك ان هو كان الحرص انه داودي، يعني من سبط يهوذا وداودي، ده بالنسبه لهم كافي، مش اكتر من كده مش عايزين يعني. ثم من زروبابل عنده ابنين، واحد اسمه ريشا وواحد اسمه ابيهود، ومشينا بقى في القصه تاني زي ما شفنا. فالرسمه دي يعني توضح الفكره. وصل اصله؟ فواحد هو النسب الطبيعي بالنسبة لشلتقيل وزروبابل، واحد هو النسب الطبيعي نيري، طبعا احنا مش عارفين مين ومين يعني، بس يعني هي دي القاعدة. نسب متى، احنا كده خدنا الايه الفكرة، بنروح لمتى نفسه بقى تحديدا. زي ما قلنا هو نسب يوسف النجار، النسب الشرعي البطاقة الشخصية سجلات الهيكل، وسجلات الهيكل كانت شيء دقيق بالنسبة للأنساب، دقيق جدا، دقيق جدا مش هزار. يعني كثير من الكهنة ومن سبط لاوي، لأن هما في العودة من السبي وهم كهنة، بس ما قدروش يثبتوا بشكل أكيد إن هما لويين من نسل هارون، استبعدوا من الكهنوت. الكلام ده في عزرة ونحمي، فالموضوع مش هزار.
أكيد مش هزار بالنسبة للكهنة وبالنسبة لمين كمان؟ لنسل داود. يعني الفئتين اللي في الشعب اللي أكيد ما فيش هزار في النسب، الكهنة ونسل داود النسل الملكي. الحاجتين دول أعلى تدقيق ممكن. عشان كده من تدبير ربنا يعني، وده انعكس في الأنساب، إنه النسبين فيهم زروبابل. زروبابل هو داودي مفيش هزار، هو اللي قاد العودة. فزي ما داود أقام المملكة، زروبابل هو اللي قاد الايه مرحلة العودة في ابتداها، وقاد الشعب في بداياته في الايه في بعد العودة. فنقدر نفهم من ناحية تانية انه النسب في متى هو قصة. احنا للحظ معظم الاسماء عارفينها وعارفين حكاية كل واحد، فلما بتقرا انت القصة بتترسم قدام عينيك، تتمشي الرحلة. إبراهيم، إسحاق، يعقوب، أنت كل أسماء عارفها، قليل اللي أنت ما تعرفهمش يعني غالبية أسماء. فأنت شايف المحطات، تقدر الشريط يعني تقرأ الإصحاح، الشريط يمشي قدام عينيك. اللي شرح السف إصحاح ده من متى بالطريقة دي أبونا متى المسكين في تفسيره. فلما يعني شرح إنه إحنا بنحكي الحكاية من خلال إن إحنا بنقرأ الأسماء، وده تدريب حلو ان احنا نقدر نقرا بيه الاصحاح ده. يعني ممكن اللي بيحس بملل من الاصحاح ده يقراه بالطريقه دي، يقراه وهو ابراهيم ياخد ايه ثانيتين، ياخد القصه اسحاق يعقوب وياخد يعني ايه، فهيلاقي نفسه وكانه بي 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 بيلخص العهد الجديد للاسف القديم في 10 دقائق. هو من ناحيه تانية عظه، لانه هو قصه، من ناحيه تانية هو عظه، لانه بيقول انه ازاي المسيح يسوع اللي هو المسيح حقق في نفسه او تحققت فيه النبوات، ان هو اللي كلنا عارفينها، اللي هو نسل ابراهيم ونسل داود. ومش بس الناس الساب، انا قلت ان احنا عارفين الاسماء، فوانت بتقرا لما تيجي مثلا عند عزية، يسام، ايه ده اشعياء، فترة أشعية اللي قال كذا، ده مش عارف ده كذا السابق، ده أرمية هنا واللي قال كذا، فأنت بتستحضر كل النبوات وأنت بتتفرج تسمع الإيه الحكاية، ففيها بعد تعليمي. متى استخدم نفس الطريقة اليهودية التقليدية في كتابة سلسلة نسب، دي الطريقة التراديشنال اليهودي، الطريقة وفي اسمها في كتاب ميلاد يسوع. فكرة كتاب ميلاد دي موجودة في سفر التكوين. سفر التكوين لو انت بتقرأ في العبري هتلاقيه بينقسم لخمس او ست اقسام، كل قسم بيبتدي بكلمة كتاب ميلاد او مواليد. الصح متى تكوين واحد هو مواليد الارض، هي الآية مش باينة في العربي، في العربي بيقول إيه هذه هي مبادئ الأرض حين تأسست، هي مش مبادئ هي مواليد، هذه هي مواليد الأرض الحتة الأولانية، وبعدين مواليد آدم، وبعدين مواليد إبراهيم، وبعدين وهكذا. فهم مجموعة من المواليد، جوه كلمة مواليد حاطط القصة اللي هو عايز إيه يتكلم فيها في الآباء. فهو بيقول أنا بحكي لكم زي التكوين. ممكن مرة نعمل موضوع عن علاقة إنجيل متى بالأسفار الخمسة. متى بيحاكي بالضبط أدبيا الأسفار الخمسة، فابتدى بالإصحاح الأول الأنساب، ده بالنسبة له سفر التكوين اللي هو من إبراهيم لداود، ده بالنسبة له سفر التكوين، سفر من إبراهيم للمسيح، ده سفر التكوين بتاعه. يطلع بعد كده في إيه؟ مصر، سفر مصر ده ايه الخروج، والمصر دعوته ابني، واخدين بالنا؟ وجوه حاجات كتير قوي، هو الموعظة على الجبل، التعليم الرئيسي على جبل، زي ما طبعا مش بيألف ده اللي حصل، بس هو كمان غير ان الاحداث هي كده فعلا، هو صغها بالايه بالطريقه دي كمان. فهو استخدم الاسلوب اليهودي.
بيبتدي أكنه بيكتب سفر التكوين، بيكتب تكوين أو تكوين جديد أو تحقيق نبوة التكوين إنه المسيح جه. بينقسم زي ما قلنا لثلاث أقسام، كل اسم 14. هو بيقول كده إنه من إبراهيم لداود 14 اسم، من داود للسبي 14 اسم 14 جيل، ومن داود ومن السبي للمسيح 14 جيل. بس هم 40، هم 41 اسم بس، فهو مركبهم كده. يعني في اسم بيستخدمه كحجر زاوية، هنشوف دلوقتي. حرص انه يخليهم 42 جيل، هما 41 بس معتبرهم ايه 14 14 14 42. ليه؟ لان هم دولت عدد ايه 42 ده عدد المحطات اللي خدهم شعب بني اسرائيل في الخروج من مصر لارض كنعان. الفكره دي ممكن تبقى تامل، انما كتر تاثره بالاصفار الخمسه خلينا نرجح ان هي دي الطريقه اللي هو عايز يقولها. فهو عايز يقول ان ده التكوين، وانه كمان دي زي ما اسرائيل خرج من العبوديه لكنعان، دي رحله وصول المسيح بالتدبير من بدايه الوعد لحد تجسده. عشان كده هو بيتولد وبعدين يوديه مصر ويرجعه، راح مصر ورجع، فدي ايه وصلنا اهو دخلنا تاني. فدي فكره كتير قوي ناس من المفسرين بيقولوها، اشمعنى هو كان عايز يعملها 42؟ لان هو عملها 42، وهنشوف ان هو كمان حازف اسماء. يعني في ناس نطت اسماء، هنشوفها دلوقتي، نط اسماء وما زودش، ما اختلش، ان هو حذف اسماء وكرر اسم. يعني هم 41 اسم بس هو اعتبرهم 42 وشال اسماء معينه لسبب هنشوفه دلوقتي. ده انجيل مت، اسلمت ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، يعقوب، وهكذا. هنلاحظ حاجه، الاحمر ده هم الاسماء الواحد وايه و40. القايمه الاولى من ابراهيم لداود 14 اسم. هو فيها حاجه حصلت، النمره 6 دي سمار المفروض تبقى زارح من سمار، فسمار نزلت فملخبطه البتاع، بس هما يعني ف 14 اسم. القايمه الثانيه من سليمان ليكنيه 13 اسم بس. فهنا بيقولوا ان داود بيستخدم كاخر المجموعه الاولى، وفي نفس الوقت هو اول المجموعه الثانيه. ثم من يكنيه، من اول شلتئيل بقى لحد يسوع 14 اسم برضو. الأسماء هي اللي موجودة بالأحمر. هنلاقي الأسماء الأربع سيدات اللي وردوا في القايمة باللون الأخضر، يعني نمرة 5 ويهوذا ولد فارس وزارح من سمار، أدي الاسم الأولاني. نمرة 12 وسلمون ولد بوعز من رحاب، أدي الاسم الثاني. وبوعز ولد عبيد من رعوس، أدي الاسم الثالث. وفي القايمة الثانية داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، ده الاسم الايه الرابع. وحنقول يعني ليه حط الاربع اسماء واشمعنى اربعه، يعني ليه اربعه واشمعنى اربعه. اللون الازرق ملاحظات اضافيه موجوده غير الاسم او اسم سيدات، يعني يهوذا ولد يعقوب ولد يهوذا واخواته، هنا شاول لاخواته طبعا، ليه دولت الاسباط اللي بعديها. يهوذا ولد فارس وزارح من سمر، طب ليه حط الاسمين؟ يمكن عشان النبوه بتاعه اللي اتقالت عنه، او كمان لانها توأم وحاجه استثنائيه شويه فحط الايه الاثنين. وبعدين بيزود في اخر العمود الثاني اخواته عند السبي عشان يشاور على المحطه، وبعد بدايه الثالثه وبعد السبي طبعا بايه بيشاور عليها. واخر القائمه الثالثه يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها المسيح. حتى الآية الطريقة هنا في البتاع بتشاور انه ده يوسف، احنا ما لناش دعوة بايه، ده فلان اللي حصل انه ده كان خاطب الست العذراء. واضح الليستة؟ الالوان حاولت استخدم الوان عشان تكون يعني فيها وضوح شوية، وحبيت احطها بنفس طريقة الكتابة بتاعت الاصحاح عشان نتفرج على الاصحاح كويس. يعني ده الاصحاح بس متفرغ متقسم، انا مش انا اللي كاتبه يعني. ف 14 13 14 باختصار 41 اسم.
أربع سيدات، ثمار، رحاب، رعوز، بتشبه. طبعا كل واحدة من الأربعة مشكلة نظريا، يعني في الايه، في التفس في الـ في الـ في القصة بتاعتها. ثمار دي اللي عملت ايه؟ ثمار دي لو الناس بس يعني عشان لو حد مش عارف، ثمار دي هي اللي يهوذا كانت متجوزة ابن يهوذا، وكانت بتبحث انها يجوزها ابنه الصغير، فمرضاش لانه خاف انه ابنه كمان يموت بعد ما مات اكتر من ابن، فتنكرت في صورة زانية ودخلت على وتحايلت على يهوذا عشان هو نفسه اللي يتجوزها، ولما خلف منها وتخيل ان هي زنت، فهو قال لها لما عرف ان ده منه بسبب تقصيره، قال انت ابر مني فعلا، انا كان عندي يعني انت تمسكتي بالرجاء انك تقيمي لابني نسل اكتر حتى من ما انا كنت متمسك. رحاب دي رحاب الزانيه بتاعت وقت يشوع، اللي كان عندها ايمان انه الشعب اللي معاه ربنا الاله يهوه هو اللي هينتصر، وكان عندها ايمان. رعوس طبعا المؤابيه، مش طبعا ما عندهاش زنا ولا حاجه، رعوس المؤابيه اللي سابت شعبها وتمسكت بانها تمشي مع حماتها وتروح مع بني اسرائيل رغم الظروف الصعبه. بتشبع، واللطيف انه ليه قال التي لأورية؟ لو قال فلان داود انجب فلان ده سليمان بتشبع، خلاص ما هو اتجوزها، فهو عايز يشاور على المشكله. لو قال بتشبع ممكن الناس تجنور الحكايه، هو لا انا عايز اقول، انا حاطط الاسم عشان الحته دي، عشان قصه أورية الحسي لما داود راح يتجوزها، وبعدين لما كان عندها رجاء ان ابنها سليمان هو اللي يبقى ايه، هو ملك بحسب وعد، هي تمسكت بالوعد بتاع ايه داود ليها ان ابنها هو اللي يبقى الملك. في فكره بتقول انه الاربع اسماء اصل دول عشان خطاه او غرباء، فحطهم النسب، هما فعلا خطاه وغرباء، لكن كل واحد فيهم عنده حته كويسه. ثمار تصرفت تصرف وحش بس عشان ايه؟ عشان تقيم النسل. رحاب هي زانيه بس كان عندها حته مهمه، انها كان عندها رجاء في ايه؟ في المسيح، انه في اسف في 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 ثقه في اله في الاله يهوه ده اللي الشعب ده جاي. رعوس مؤابيه بس عندها ثقه في اله اسرائيل. بتشبع رغم انها حاجه غلطت غلطه كبيره وبسببها مات جوزها، لكن تمسكت بالوعد بتاع داود ليها ان ابنها هو اللي ايه؟ اللي يملك. اذا اربعه كل واحد عنده مشكله، لكن كان عنده حته كويسه استحقت انه يبقى موجود. طب نعرف ده منين؟ هنشوف دلوقتي حاجه تبين لنا ده. الملاحظه الثانيه هي الحديث عن السبي، زي ما قلنا انه استخدم السبي كمحطه وربط المسيح بزروبابل اللي هو النسل الملكي اللي رجع من السبي. والملاحظه الثالثه طبعا احنا قلنا انه ايه، استخدم تعبير اخوته مرتين، ابناء يعقوب وابناء يكنيه، عشان كان عايز يقول انه وكانه عايز يقول ان العوده من السبي اللي هي دي، عشان بس ما يعقوب نمر أربعة يهوذا وإخوته، وتحت هنا في المجموعة الثانية ولد يكنيا وإخوته، فإحنا عندنا مرتين كلمة إيه؟ إخوته. ليه؟ علشان عايز يقول وكأنه نرجع لها أحسن، زي ما يعقوب عمل الأسباط الاثناشر وبدأوا الشعب بعد العودة من السبي، وكأن عندنا بداية جديدة أو جيل جديد جاي إيه؟ يعمل بداية جديدة في الإيه؟ في العودة. طيب قلنا إنه متى شال أسماء كمان، شال مين بقى؟ بصوا، واضحة ولا مش واضحة؟ كويس. القايمة اللي على الشمال دي، معلش أنا ما لقيتش يعني صورة أحسن، أنا آسف يعني كان المفروض ممكن أكتبها بس الوقت كان ضيق. القايمة اللي فيها 20 اسم دول ملوك قايمة ملوك بني إسرائيل من بعد سليمان، من أول رحبعام لحد آخر شخص كان ملك في وقت السبي أو بداية السبي، اللي هو صدقية عم يهويكين ده نمرة 20.
اللي جنبنا التانية دي الأنساب مات، تمام؟ واضح؟ كويس. خلونا نقارن. سليمان ولد رحبعام وأبية وآسى، وآسى ولد يهوشفاط. يهوشفاط نمر أربعة. بص الرقم اللي بين قوسين ده، ده رقم الاسم في الليستة. معلش ممكن الطريقة، أنا دي الطريقة اللي جاء في بالي إن أنا أشرح بيها لو هي. فآسى ولد يهوشفاط، يهوشفاط ده نمر أربعة في الليست أهو، تمام؟ وبعدين يقول يهوشفاط ولد يورام، يورام نمر خمسة في الليست، يورام ولد يورام ابن يهوشفاط، تمام؟ وبعدين ويقول كده يهوشفاط ولد، ويورام ولد عزية. عزية فين؟ عزية نمر عشرة في الليست. إذن هو نط من نمرة ستة سبعة تمانية تسعة، شال إيه؟ أربعة. ليه شال أربعة؟ وشمع يعني ممكن نقول إنه عشان يحافظ على الرقم اتنين، ماشي، بس شمع الأربعة دول؟ مين الأربعة دول؟ فيهم واحدة عصلية، دي أصلا مش من النسل، يعني هي مش نسل داود، دي ست ومش نسل داود أصلا. لكن احنا على الأقل عندنا ثلاث ملوك هنا، أغزية ويؤاش وأمصية. دولت أولا هما ملوك خطاة، أكثر الملوك خطاة خطية، بس مش بس عشان هما خطاة، هما كمان جم من نتيجة التزاوج ما بين نسل ملك يهوذا ونسل أخاب ملك إسرائيل وإيزابل الشريرة، فكان نسل مكروه عند اليهود، ناس مش بيحبوهم، بيعتبروهم أكنهم مش موجودين يعني، فهم خطاة. طب ما خلي بالكم، ما نمرة 15 ده، آسف أبليخ 14، حزقيا ولد منسة. طب منسة ده أكتر واحد خاطي، ولم يوجد في ملوك، بيتقال الإنجيل بيقول كده، مش أنا اللي بقول، العهد القديم ما فيش واحد جه أشر من منسة، ده بيقول كده كتير يعني، بيقولها كتير في كل الملوك والأخبار. طب ما تحطوا ليه يعني، ومين أكثر شرا، منسة ولا أغزية ويؤاش وأمصية؟ منسة طبعا، بس في فرق رئيسي، منسة تاب واتضع أمام الرب، اللي فوق دول نو. لا، فدي ثلاث أسماء، أغزية ويؤاش وأمصية، شلهم بسبب خطية شديدة وإصرار على الخطية. تمام؟ وبعدين نوصل لمنسة ولد أمون نمرة 15، أمون ابن منسة، وأمون ولد يوشيا نمرة 16، يوشيا، وبعدين يوشيا ولد يكينيا نمرة 19. في اتنين مش موجودين، يهو أحاز ويهو يقيم. يهو أحاز ويهو يقيم أخين، ففيهم واحد مش محتاجين ومش نسل، فاللي فعليا اتشال كقائمة نسب هو يهو يقيم. ليه اتشال؟ هو شرير نمرة واحد وما تابش، طبيعي، بس كمان عمل خطية معينة. بيقول سفر الملوك إنه سفك كمية دم في الشعب لم يسفكها ملك، فإيديه مليانة دم الأكثر في موضوع إيه، مش عبادة أوثان، موضوع إنه قتل في الشعب، ومش واضح ليه كده حصل يعني. الكتاب المقدس مش بيحكي إيه الخلفية اللي خلت هذا الدم الكثير يسفك في الملوك الثاني، لكن هو سفك دم كثير. إذن عندنا أربعة كان المفروض يتحطوا، ما تحطوش، أربع ملوك عشان التسلسل يبقى مستقيم، أغزية يؤاش أمصية، وتحت يهو يقيم، أربعة. شال أربعة خطاة وحط إيه مكانهم؟ وما استبدلهمش طبعا، مش هيخترع من عنده يعني، مش هيجيب أسماء، إنما حط أربع سيدات ليهم وضع صعب بس عندهم حاجة كويسة.
قد يكون في تناظر ما بين الأربعة اللي حذفهم والأربع سيدات اللي اختاروا. مش بقول إن يعني دي كده، لكن قد يكون إنه شال أربعة وحط أربعة بالتوازي مع أزواجهم يعني، علشان يشير فالأربعة دول قصاد الأربعة دول وكأنها كده. فيبقى في درس جوه الدرس يعني، إنه ال 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 الأشرار قوي اللي في إحنا كأنهم مش موجودين في الناس، ومش بيختفيوا من اليهود عارفين طبعا يعني. ففي حاجة إنجاز التعبير اسمها لاهوت النسب، لو أنت بتقوله إزاي وأنت بتقوله ده في لاهوت، أنت عمال تحكيه في عظة في تعليم بتقوله. وحط أربعة سيدات اللي إحنا حكينا إيه اللي إحنا حكينا عليهم، واضحة ديت؟ نسب لوقا طبعا نقطة طبعا يعني مفروغ منها، المفروض نقولها في الأول، إنه قوائم الأنساب سواء دي أو دي كانت أسهل نقطة لو في أي واحدة منهم أي مشكلة إن اليهود يهاجموا المسيحية. أنت رحت له في ملعبه بتقول له أدي شهادة الميلاد، لو في أي مشكلة هيقول لك أنت الأرقام الأسماء دي غلط، أنت مش عارف فلان ما جاء مش ابن فلان يعني حت حت يعني حت هتحصل. لكن لو صمت اليهود عن الأنساب وهجومهم في على المسيحية من نقط تانية، دليل على إن الأنساب ما فيهاش تشبه شو مع يعني مع فرق كبير في مصر أو في الدول العربية عموما. في حاجة اسمها الأشراف، عارفين الأشراف؟ الأشراف دول بيقولوا إن هم من النسب النبي محمد، وبيطلعوا شهادات بكده. فساعات كتيرة ناس قد يكون نسبهم هم أشراف فعلا، نسبهم ده حقيقي واليوم جمعيات، وفي ناس بتضرب الشهادات دي عشان تستغلها. فمن أشهر المشاكل يعني في مصر إنه يمسكوا واحد معاه شهادة مزورة ويروحوا يحققوا في السجلات بتاعة اللي هي جمعيات الأشراف وما يلاقوش اسمه، ويبقى هو ضرب الشهادة وتبقى قصة بقى. فسهل ليه؟ لأن دي سجلات موجودة في مكان معين بتكمبير، صح ولا غلط؟ نسب لوقا زي ما قلنا هو نسب يعود لوالد الست العذراء هالي أو يواقيم بحسب التقليد. وطبيعي زي ما احنا عارفين إنه الشخص يبقى عنده اسم عبري واسم يعني يوناني، زي مثلا يوحنا ومريم مرقص ويوحنا، وإنه في زربابل وشلتئيل دي المحطة المشتركة. النقطة الثالثة المهمة هي إنه بيرجع للبنوة لله، ودي حتة متفردة في لوقا، فلان ابن فلان ابن فلان ابن آدم ابن الله، وبينسب آدم كابن الإيه لربنا. دي قيمة النسب بتاعت كويس واضحة بتاعت لوقا. أنا حاولت إن أنا أعملها لكن بنفس طريقة مت. فالقسم الأول ده اللي هو قبل إبراهيم، طبعاً إحنا ماشيين بالعكس، والقسم الثاني هو من إبراهيم لياسة، والثالث من داود لحد السبي نيري، والرابع الأخير من السبي شلتئيل لحد يوسف لحد العذراء يعني لحد مريم. طبعا ايه الاسماء بقى، لان دي مش اسماء اللي موجوده في التاريخ فاحنا ما نعرفهاش يعني، ما نعرفش حكايات الناس على عكس الايه، لكن الاسماء اللي نعرفها طبعا ادم ونسل ادم كله، دي القايمه الاولى دي كلها موجوده في سفر التكوين. اخنوخ نوح، القايمه الثانيه ابراهيم اسحاق يعقوب طبعا والاسماء كلها. القايمه الثالثه داود نسان احنا نعرفهم، من بعد كده ما نعرفش. وبعدين عندنا يهوذا وشمعون، يهوذا السبط. وبعدين عندنا القيمة الأخيرة شلتئيل زروبابل ده السبي، وأخيرا يوسف. بعض الناس لأن هم لقوا هنا في العمود الثالث ده يهوذا شمعون لاوي، وبعدين لقوا في القيمة الثالثة الأخيرة لاوي برضو،
فلقوا بعض أسماء تتشابه مع أسماء كهنة، فقالوا يبقى ده هنسميه النسب الكهنوتي، وده نسب يعود للاوي، لسبط لاوي. يعني الحقيقة يعني الفكرة دي مفيش أي حاجة تثبتها، مفيش أي حاجة تدعمها. وفكرة الأسماء المشتركة، طب يعني 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 مثلا يوسف، يوسف ده إيه؟ ما طبيعي إن ممكن يبقى حد يسمي، خلاص يعني الأسماء مش حكر، بالذات مع الزمن الأسماء بتتحرك، فما فيش معنى إنه يعني إن إحنا نروح للاستنتاج بالشكل ده يعني. وللأسف بعض الكتابات، أنا تملي الآراء اللي بحاول أعلق عليها موجودة في العربي، يعني الآراء اللي في الإنجليزي خلاص ما حدش شافها فمفيش داعي نتكلم عليها، لكن لما منشور عربي بحاول يعني ممكن يكون حد قبله يعني. فدي أسماء سبط صفر، آسف، قائمة الأنساب بتاعت إنجيل لوقا. الحاجة الأخيرة اللي نتكلم فيها، إحنا السياق دي مش موجودة في الـ في الـ في الباوربوينت، السياق بتاع كل سلسلة جوه الإنجيل بتاعها. إحنا تقريبا اتكلمنا على بتاعة متى، إنه متى ابتداها وكلمة فكرة الكتاب زي كأنها سفر التكوين وحطها في الأول عشان يقول ده زي ما في التكوين اللي بيحكي لنا قصة الخلاص كلها، عندنا الإصحاح الأول اللي فيه النسب بتاع المسيح اللي بيبتدي من إبراهيم لحد يسوع، وده البداية اللي أنا بشوفها وحطها في افتتاحية للإيه؟ للإنجيل. ده إحنا عارفينه. اللي محتاجين نعلق عليه شوية هو بتاعة لوقا. لوقا قال إيه؟ لوقا قال إيه؟ هي موجودة في لوقا 3. في لوقا 3:21 هي بادية من 23، قبلها بأيتين بيتكلم يقول: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب بك سررت. عندنا إيه؟ أنت ابني الحبيب بك سررت، المعمودية، وأنت ابني الحبيب بك سررت. وبعدين يقول: ولما ابتدى يسوع كان له 30 سنة وهو على مكان يظن ابن يحط النسب اللي آخره ابن أنوش ابن شيس ابن آدم ابن الله. أنت ابني الحبيب الذي به سررت، سلسلة نسب آخرها ابن آدم ابن الله. وبعدين يخش فيه على طول في التجربة اللي بتبتدي: أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا بالروح وكان يقتاد في البرية، فراح إبليس قال له: إن كنت ابن الله فاعمل كذا كذا كذا. إذن يعني استنتج من خط الكلام عن بنوة ربنا والمكان اللي اتحط، يعني شيل سلسلة النسب نتخيلها يعني مش موجودة، وحنلاقي المعمودية زي ما هي موجودة في متى. ما في متى كده، متى ما فيهوش سلسلة النسب في المكان ده. إن كنت المعمودية أنت ابن الله، وبعدين إيه؟ إن كنت ابن الله. فإحنا هنا جه حط في النص نسب عشان يقول إيه؟ سؤال يعني، أنا هقول هقترح إجابة، مش عندي إجابة سرية يعني. قد يكون المعنى هنا إنه هي العلاقة واضحة، يعني العلاقة واضحة، لكن إيه معناها؟ قد يكون المعنى هنا إنه المسيح ابن الله من بمعنيين: المعنى اللاهوتي طبعا الكلمه، وكمان معنى يخص البشريه كلها. فهو ابن البشريه كلها، ابن الله وابن البشريه كلها، اللي جاي يعمل ايه؟ يعمل الخلاص. مش ابن ابراهيم بس اللي جاي يناقش ايه؟ الخلاص. خلي بالنا انه المنظور ده هنفهم حاجة. الكتاب العهد الجديد عالج الكبرياء اليهودي بالبنوة لإبراهيم من ناحيتين. ناحية لما المسيح قال لهم: إن كنتم أبناء إبراهيم اعملوا أبناء أعمال إبراهيم. فالبنوة ثلاث نواحي:
إن كنت يعني البنوة بإبراهيم بالتشبه بإبراهيم عملا. المعنى الثاني اللي قاله بولس لما اتكلم على إنه البنوة بإبراهيم من خلال نسله اللي يعمل إيه؟ يحقق خلاص كل البشرية. ففي نسلك ابنك الوحيد البشرية كلها تخلص، فكل البشرية تخلص بالمسيح ابن إبراهيم اللي يخلي كل دول أبناء. ده اللي قاله بولس. المعنى الثالث هنا إنه أصلاً لقى هنا بقى بيقول إيه؟ كلنا بحكم أننا خليقة الله فإحنا بنوع ما أبناء الله بحسب الخليقة، وجاب لنا المسيح بنوة خاصة إضافية شاركنا في بنوته من خلال بالتبني من خلال إيه؟ الخلاص بتاعه. كده يعني أعتقد ما عنديش حاجة تانية. أي سؤال أو تعليق؟ اوكي. لا، هما الاثنين من سبط يهوذا، هما الاثنين من سبط يهوذا. يعني انت ك بص كناس، انا بس معيش لو كان معايا كنت في صفحه كده في جدول كده معين ممكن ابقى. طالما احنا من سبط يهوذا ومحقق نسبنا احنا عادي، الناس دي تتجوز من بعض براحتها. اليهود وقت بعد العودة من السبي قسموا عملوا كاتيجوريز للأنساب من حيث دقتها ومن حيث الموثوقية فيها، وقسموا الناس 10 أصناف. أولهم أعلاهم الكهنة المتأكد من نسبهم، آخرهم خالص الغرباء اللي منضمين للشعب. 10 كاتيجوري دولت بعد ما بيتقسموا على أساسهم بيتحدد أنهي كاتيجوري ممكن يتجوز من أنهي كاتيجوري. ما ينفعش كاهن مثلا يتجوز وحد دخيل لسه دخيل، لازم يستنى شوية أجيال عشان الدخيل ده يبقى عدى عليه أجيال في الشعب. ما ينفعش مش... ففي قواعد حاكمة تفاصيل في في التاريخ اليهودي، لكن على الأقل في 10. اللي يهمنا في النقطة إنه الاثنين دول سواء العذراء او يوسف النجار الاثنين من نسل يهوذا ومن نسل محقق تماما ليهوذا. بنعرف بنتاكد ازاي ان بصرف النظر عن قوام الانساب ان نسلهم الفاميلي دي من سبط يهوذا نسلها واضح وما فيش جدل عليه من حاجه بسيطه. مين نسيبه العذراء؟ اليصابات نسبتها هي من سبط الاصابات من سبط يهوذا برضو، او ممكن تبقى في نسب ما يعني. والاصابات دي مرات مين؟ كاهن. طالما العيله مناسبه كاهن يبقى هي من الكاتيجوري اللي في سبط يهوذا المؤكد اللي ما فيهوش نقاش. لو هي سبط يهوذا بس الناس اللي في مشاكل في ورقهم يعني ما كانوش ناسبه كهنوت. يعني التركة دي واضحة؟ لو عيلة من سبط يهوذا مناسبة كاهن يبقى هي نسبها ما لهوش غبار. لو في غبار على الفاميلي دي ما كانش كاهن ناسب العيلة دي، كانت منع يتحرم من الكهنوت أو ما أو هو ما وافقش يعني أو ما وافقلوش على كده. أي سؤال أو تعليق؟ لاوي ممكن يناسب. طبعا دي فكره شائعه مش مظبوطه انه اللاويين ما ينفعش يناسبوا من اسباط تانية. لا، الاسباط المحققه نسبها يناسبوا بعض، مفيش مشكله. طبعا. لا، كازنز هنا مش بالمعنى الكازن اللي هو ابن عمي، مش عارف ايه. خلي بالنا اليهود اصولهم زي قبائل يعني. انا مره في مصر كنت قاعد مع حد بدوي من منطقه برج العرب اللي جنب اسكندريه، فبيحكي لي على، قال لي فلان ابن عمي عمل كذا، فلان ابن عمي كذا.
فجاب سيرة 10. فأنا هزارا يعني، إحنا قاعدين في حتة فيها عرب كتير، فبضحك بقول له أنت عندك كام ابن عم؟ فضحك قال لي بص، راح شاور على كل اللي قاعدين بتاع 100 شخص، قال لي كل دول ولاد عمي. فطريقته في التعبير عن إنه ناس من القبيلة ابن عمي، بعض الأماكن يقول لك أخويا فلان، أخو، ولو ابن عمي ده يعني سنه كده جيل الكازن، لو كبير يقول لك عمي فلان، عمي فلان هو مش عمه خالص يعني، مش أخ، بس طريقته إنه يتكلم على الكبار في جيل أكبر، جيل والده، دولت عمي فلان عمي فلان، وهما مش بيعنيها مجرد أدبا، هو عارف إن هو لو راح مسك الدفاتر في قرابة موصلال دول، وإحنا قبيلة واحدة فإحنا قرايب، زي في الصعيد مثلا في قبائل، فقبيلة إحنا عارفين إن إحنا كلنا اسمنا مثلا مش عارف قبيلة هجانة، خلاص مش لازم أروح أدور وأعرف يعني من أنهي زاوية، بس أنا من هجانة وأنت من هجانة يبقى إحنا ولاد عم. هكذا في الخليج، في القبائل العربية البدوية وهكذا، والعالم كله القديم كان كده، المدنية بس ضعفت ده بسبب الحركة الفردية والحاجات دي آخر يعني عصور، مش حاجات قديمة قوي. أي حاجة تانية؟ بصنا بدري. موضوع ممتع، صحيح، موضوع ممتع جدا وجميل. في تعليق أو حاجة؟ لا يعني طبعا هي فيها حاجات، فكرة المحطات زي ما أنت قلت، المنظور اللاهوتي هو بيحط كل واحد ماشي بطريقة، واللي هو طبعا بيقرب بياخد البشرية كلها ينسبها لربنا، لكن التفسيرات والحاجات كلها حاجات ممتعة وجميلة، ربنا يعوضك كل خير. طيب احنا بنعمة ربنا الاسبوع اللي جاي هيبقى هنا في كنيسة الملاك، هيبقى عشية يوم الجمعة، عشية وتسبيح وصلاة وقداس علشان بداية السنة الجديدة، فنبتدي من الساعة 7. البرنامج هنبعته حالا يعني في خلال يوم او اتنين، يبقى في اكتيفيتيز كده من 7، وبعد كده رفع بخور عشيه من الساعه 10، وبعد كده تسبيح وصلاه وكلمه روحيه، ويبتدي القداس بعد نص الليل على طول. وربنا يدينا سنه مباركه وفيها يعني فرح وسلام على الكل. ويوم السبت الصبح اللي هو 1 يناير هيبقى الصبح، هيبقى القداس المعتاد في العذراء زي ما هو، علشان اللي ما بيقدرش يسهر او يجي بالليل او يصلي القداس بتاع بالليل ده يخلص 2:30، والاحتراس ليه من 5:30 بعد الظهر، فاللي ما يقدرش يصلي بالليل هنصلي القداس يوم السبت كالمعتاد من 8:30 ل 11. الاسبوع اللي بعديه الجمعة اللي بعدها هيبقى عيد الميلاد، كل سنة وانتم طيبين، فبرضه مش هيبقى في اجتماع. الأسبوع اللي بعديه هيبقى خلوة عامة للشعب، احنا لسه ما نبهناش، بس هيبقى خلوة عامة للشعب، فاحنا يعني هنبقى كلنا في الخلوة دي، وهيبقى فيها موضوعات روحية، عشان كده فاحنا عندنا شوية يعني الاجتماع هيبقى يعني متوقف لحد إن شاء الله الجمعة الأولى بعد عيد الغطاس. عيد الغطاس هيبقى الأربع 19، هيبقى الجمعة 21 اللي هو عيد عرس قنا الجليل، إن شاء الله نعاود بقى الاجتماع بتاعنا في ميعاده. تفضلوا نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربنا الحبيب يسوع، نشكرك من كل قلوبنا لأنك ربي ارتضيت أنك أنت تدخل جوه أنساب البشر لكي تنسبنا إليك، لكي ننتسب نحن إليك ونصير أبناء وورثة لملكوتك. نشكرك يا رب لأنك أخذت الذي لنا كي تعطينا ما هو لك. أشكرك يا رب أنك اشتركت في اللحم والدم كي تشركنا في مجدك، كي نصير شركاء طبيعتك الإلهية. أشكرك على محبتك وترتيباتك
وإزاي يا ربي بتقود الزمن. بنشوف العجب إزاي أنت يا ربي بتقود الزمن من أجل خلاصنا، وأيضا يا ربي تقود خطوات حياتنا وزمن حياة كل واحد فينا من أجل خلاص نفسه. ادينا دايما نشوف إيدك يا رب، وهي بتقودنا وهي بتسندنا وهي بتمسح دموعنا وهي بتشددنا، ودايما يا ربي نفرح بعملك في حياتنا. بركة أمنا الست العذراء باركنا، بارك الخدمة في هذه الكنيسة وفي كل كنيسة، وإقبلنا إليك عندما ندعوك بدالة البنين قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.